السلام عليكم يا دكاترة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اول بروسيجر. بداية كده احنا يعني البروسيجر كلها بامر الله هننزلها في حدود يعني امكانياتنا. يعني انا كلفت النواب والمدرسين المساعدين بان اي جهاز عندنا في القسم كلية طب جامعة الفيوم هننزل لكم عليه، ومش هننزل فيديو واحد او اتنين او تلاتة، لا احنا كل شوية هننزل، لان احنا هيبقى عندنا انديكيشن كتير، وكل انديكيشن ليه البارامتر بتاعته وليه التريكات بتاعته. بنحتمل اكسبيرينس واللي بنقوله دوت، يعني الى حد ما هنلتزم بالجايد لاينز، لكن شيء طبيعي في حاجات بيبقى فيه اكسبيرينس فيها تختلف من شخص لشخص، فدي هتبقى الاكسبيرينس بتاعتنا، وانتوا برضو يعني ليكم بعد كده الاكسبيرينس الخاصه بيكم. البروسيجر اللي هتنزل مش كلها هتبقى البروسيجر السهله، ومش كلها هتبقى الصعبه، ومش كلها المتوسطه، لا حقيقه بامر الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا ننزل على كل حاجه. هننزل ليزر، هننزل ميزو بوتوكس، هننزل مايكرو نيدلينج، هننزل بلازماج وبلازما جيت، هننزل يعني كل انواع الليزر بقدر الامكان، حتى هنستعين كمان بالبرايفت. وطلبت من كل المدرسين اللي في القسم ان هم يصوروا لنا برضو فيديوهات من عياداتهم، وانا برضو ان شاء الله نفس النظام على الاجهزه اللي عندنا في البرايفت. فبالتالي البروسيجر دي مش يعني كوني ان انا مثلا بطلع الجهاز الفلاني يبقى ده الجهاز اللي انا عندي في الجامعه او عندي في العياده، مش نوع من الماركتينج، ولكن ده الجهاز اللي عندي ودي البارامتر، وبنتعمد نبين نوع الجهاز ونوع الحاجه اللي انا بشتغل بيها. مثلا لو بشتغل ببيلينج عشان برضو ما حدش يشتغل بحاجه يبقى ليها مشكله معينه او ليها اكسبيرينس خاص بيها ويطبقها على الماده اللي انا بشتغل بيها او بنوع الليزر اللي انا بشتغل بيه. فدايما في بدايه كل فيديو هبين ماركه الجهاز وهقرب من الشاشه بتاعته، وكل بقى يراعي حاجه مهمه جدا، اختلاف الماركات، ويراعي كمان الكالبريشن بتاع الجهاز. شيء طبيعي الجهاز عندي قديم، ممكن يكون الباور بتاعته ما بقتش قويه زي الاول، او بالعكس يعني مره حصلت معايا ان الجهاز بتاعي بعد فتره بقى يلسع بزياده، فكل الكلام دوت لازم ناخده في الحسبان. النهارده الاول حاجه في اول بروسيجر الفراكشنال هتقدمه ان شاء الله دكتوره دعاء معيده عندنا في القسم، وهتقدمه على الجهاز اللي عندنا في القسم. اللي ما سمعش بلصه الفراكشنال هيرجع لها تاني عشان يفهم بس الدنيا ماشيه ازاي. والحاجه بس اللي انا هزودها النهارده قبل ما دعاء تبدا الفيديو بتاعها، ان هي لما قربت من الشاشه ظهر قدامكم حاجه اسمها ستاك، وحاجه اسمها دولينج تايم، وحاجه اسمها سبيسنج. يعني ايه الكلام دوت؟ كلمه ستاك يعني الايفكت نزل كم مره. لو ستاك 1 معناها ان الايفكت نزل مره واحده، 2 معناها حصل دبلنج، 3 معناها حصل تريبلنج، وهكذا. طب واحد يقول لي الله، طب انا ليه محتاجه ان انا اعمل الستاك مثلا 2 او 3؟ طب ما امشي مثلا مره او مرتين او ثلاثه. حقيقة لما بنمشي بايدينا مرة او مرتين او ثلاثة، بيحصل ان انا في كل مرة ما بظبطش جلد بالظبط، لان انا وانا بنزل بالجهاز على الجلد ممكن الجلد يتحرك معايا كام مليمتر، فكل مرة مش هيبقى فيه اوجمنتيشن للباور على نفس المكان بالظبط، فالنتيجة مش هتبقى مظبوطة. فبدأوا يعملوا الاوتوميشن ده في اجهزة الليزر، بحيث ان انا لو عايزة الافكت ينزل مرتين في نفس المكان بالظبط بظبط على ستاك 2، لو على عايز اعمل تريبلنج على ستاك 3، علما بان اول افكت بينزل على الابيدرمس، وعشان ينزل على الكولاجين بيبقى بالإفكت اللي بعديها، وهكذا. فدايما في حالات مثلا الايجنج او فوتو ايجنج بدايه الكلام هشتغل من ستاك 2، ستاك 1 حقيقه ضعيف جدا، ويعني اميل ان احنا في حياتنا نبدا بستاك 2 كبدايه كده. بالنسبه للدولينج تايم يعني التايم اوف كونتاكت، يعني انا مثلا فور اكزامبل هلمس الحاجه دي او البيم هيفضل في المكان لمده قد ايه، فانا مثلا ظبطته على عدد ثواني معينه، معناها عدد الثواني هيفضل الثيرمال دامج موجود. فشيء طبيعي كل ما المكان اللي انا هعمله كان صغير وما كانش ديب، فبالتالي الدولينج تايم بتاعي بقلله. كلمه السبيسنج يعني المسافه بين كل دوت ودوت. اي اشتغل حد اشتغل على جهاز الفراكشنال ليزر، هو من اسمه فراكشنال يعني فراكشنيتد، بينزل ان دوتس، فالمسافه بين كل دوت والتانيه ده السبيسنج. هتلاقي الدولينج تايم عندكم بيبقى سوري السبيسنج هيبقى من 500 ل 1000 مايكرومتر، والدولينج تايم من 500 ل 2000 مايكرو سكند.
ودلوقتي ان شاء الله دكتوره دعاء هتنزل لكم، هي اشتغلت على حاله سكار وبين لكم البارامتر وازاي هي اشتغلت على الجهاز. في النقطه بس، احنا بعد ما بنشتغل الجلسه انا ممكن احط توبيكال ستيرويد وممكن احط توبيكال ايموليانت، وزي ما قلت قبل كده في جلسه الليزر انا اميل ان انا احط توكويك ستيرويد زي تكساكورت مثلا، عشان انا حقيقه لما اكتفيت بالايموليانت حسيت ان ممكن العيان بيبقى معرض اكتر للبوست ليزر ايريسيما اند بيرن. وان شاء الله بقى نشوف كده دعاء، ولو عندكم اي اسئله ابداوا نزلوها لنا. السلام عليكم يا دكاترة، أنا دكتورة دعاء عبد الجواد، معيد بقسم الجلدية جامعة الفيوم. النهاردة أنا هتكلم معاكم على الفراكشنال ليزر. هنشتغل مع بعض حالة عندها سكار في الفيس، وهنا أنا بوريكم البارامترز اللي أنا هشتغل بيها. هشتغل على باور 12 وعلى سبيسنج 300، لأن كل ما الليجن يكون أصغر كل ما بقلل السبيسنج. هشتغل على ستاك 2 وهنشتغل على ديول تايم 800. بالنسبة للريشيو هنا الشيبس عندي أشكال كتير هي اللي بتحدد الشكل بتاع الفراكشن اللي هينزل. هنا ده الشكل المربع، ممكن يكون عندي سكوير، تمام، على حسب شكل الليجن. تمام، انا بختار الشكل السكوير. الريشيو السايز انا بقدر العب فيه بحيث ان انا اكبره او اصغره على حسب شكل الليجن اللي هيبقى موجود عندنا. تمام، بعدين انا بظبط البارامترز بتاعتي. المفروض ان انا بضغط اون بعدها واستنى الباور ايفالويشن. تمام، بعدين بندوس اوبريت. هنجهز البيشنت ونرجع لكم. السكور اللي احنا هنشتغل عليها سكور في الفيس، تمام، ده الشكل السكوير اللي انا اخترته، بس هنا هتلاقي ان الريشيو والسايز بتاعه كبير، فهبدا اصغر شويه، تمام، عشان يبقى على قد الليجن بالظبط. أنا هبدأ أمشي. هبدأ أعمل سنجل باس على الجيم. كده نكون خلصنا يا شباب.